يؤاف شتيرن وهو صحفي إسرائيلي. أهلا وسهلا بك سيد يؤاف. سيد يؤاف، حدثنا عن التبعات لهذا القرار أو لهذا القانون في حال تم تمرير هذا القانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بثمانية سنوات فقط في الكنيست، ما تبعاته؟ نعم، هذه خطوة من الخطوات المطروحة لتحديد تأثير بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق على الحلبة السياسية الإسرائيلية، وهي مطالبة وطالبوا فيها الكثير من الجهات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، ولكن أعتقد أنه انتظروا لمثل هذه اللحظة لسببين. السبب الأول أنه وجود بنيامين نتنياهو في رأس الليكود وتهديده أو وعوده لجمهوره أن يعود ويكون رئيسا للوزراء هو ما يلصق مكونات مركبات هذا الائتلاف مع بعض. فطالما هو موجود الحكومة الحالية ستستمر في أداء مهامها، وإذا أبعد نتنياهو لسبب أو لآخر من رئاسة الليكود وهو يعني إذا كان واضحا أنه لن يكون رئيسا للوزراء، ساعتها قد تتغير الخارطة السياسية بشكل كلي. وهم انتظروا في الحكومة الحالية حتى هذه اللحظة لأنهم أرادوا أن يمرروا مثلا الميزانية ويروا أن الحكومة ثابتة وليس عليها التهديد. السبب أنه يعني انتظروا ليروا إذا هناك بالفعل إمكانية أن الأحزاب الحالية في الحكومة لها جمهورها، خصوصا في الطرف اليميني، في الأحزاب اليمينية في هذه الحكومة كانوا يخشون من مثل هذه الخطوة، من مثل هذا القانون، لأنه هناك طبعا شعبية كبيرة لبنيامين نتنياهو في معسكر اليمين، وهناك أيضا انتقاد على هذه الخطوة وهذه الأحزاب التي انضمت للوسط واليسار، وهم كانوا يفضلون الانتظار وأن يروا بالفعل الأمور تسير كما يجب. نعم، طيب يعني هذا الوقت كله بالذات بسبب وجود، مع أنه بنيامين نتنياهو يوجد على مقاعد المعارضة، لماذا هذا الخوف الشديد من بنيامين نتنياهو؟ وهناك لسه 4 سنوات ربما 3 سنوات ونصف كي ينتهي عهد الحكومة. نعم، السبب الأول أنه نتنياهو يمثل من جهة يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الإسرائيلي، ولكن من جهة ثانية يمثل المشاكل والفساد والكثير من يعني غياب الإدارة السليمة للأداء الحكومي وإلى آخره. فهم فضلوا أن يبعدوا نتنياهو لأنه مع شعبيته هناك مشكلة، وربما هم يرون فيه تهديد لمستقبل إسرائيل الصحيح والسليم، لأن اعتبارات نتنياهو كانت دائما شخصية تعود إلى اعتباراته الخاصة به. فلهذا السبب كنا نرى الكثير من المشاكل في الأداء الحكومي تعود إلى شخصية نتنياهو، إلى اعتباراته، إلى أسلوبه لإدارة الأمور وإدارة الأزمات. لهذا السبب هم يفضلون إبعاده في هذه المرحلة أو منعه من ترأس الحكومة لكي يثبتوا ولكي يقولوا أن لديهم إنجاز وأن الحكومة بعد الانتخابات القادمة ستكون مختلفة. عفوا منك، لكن هناك من يقول أن هذا القانون لن يكون مجديا لإبعاد بنيامين نتنياهو، على العكس هو الانتخابات التي ستحصل في الليكود هي من ستستطيع إقصاء بنيامين نتنياهو من الحلبة السياسية، هل توافق هذا الرأي؟ حاليا هذا صحيح، يعني هذا القانون، اول شيء كل قانون قد يتم تغييره، يعني بعد الانتخابات القادمه اذا ظل بقي بنيامين نتنياهو في منصب رئيس الليكود ويريد ان يشكل حكومه، ففي امكانه ربما سن القانون او يعني ايجاد اغلبيه برلمانيه لتغيير هذا القانون، ولكن تغيير قوانين لها ثمنها، يعني لا يمكن تغيير الثمنين بهذه السهوله. فهذا ربما عقبة في طريق نتنياهو بالعودة إلى كرسي رئيس الوزراء. النقطة الثانية، أنا أوافق أنه برئاسة الليكود بكل تأكيد هذا القانون ليس لديه تأثير على من هو رئيس الليكود، والقرار يعود إلى الليكود ومؤسسات الليكود. فبكل تأكيد إذا قرر نتنياهو شخصيا أن يتنحى من منصب رئيس الليكود أو الليكود
قرر انتخاب رئيسا جديدا له سيكون إبعاد نتنياهو يعني شبه تام. طب هل نستطيع أن نستدل من وراء هذا القانون أو هذا المقترح لجدعون ساعر أن أعضاء الحكومة لا يرون أيضا في رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنت بأنه شخصية قوية قادرة على إدارة البلاد؟ لا أعتقد، أعتقد أنه بنت كمان معني بهذا القانون، وهناك جو آخر اليوم، جو ليس شخصي مثل ما كان عليه في أيام نتنياهو. بنت معني بإدارة سليمة للأمور وللأداء الحكومي، وليس معنيا بقدر ما كان عليه نتنياهو باعتباراته الشخصية وإلى آخره. هو معني بتمرير هذا القانون لأنه هو يعرف تماما أنه هو اليوم رئيس للوزراء، ولكن ربما يوم الرد سيكون رئيس الوزراء البديل أو وزير الدفاع أو أي وزير آخر. والمشوار طويل، وهذا القانون إسرائيل بحاجة إليه، لأنه أي زعيم يبقى في الحكم لمدة طويلة جدا هذا يعني المشاكل والمزيد من المشاكل في أي دولة ديمقراطية. نعم، شكرا لك جزيل الشكر الصحفي الإسرائيلي يوآف شترن، شكرا لك.